ما معنى اسم إسكندر؟ اسم إسكندر من الأسماء التي كثرت التسمية بها في الزمن القديم، لكنه لم يعد منتشرا في هذا الوقت، والسبب في ذلك عدم معرفة الكثير من الناس معناه. سوف يتم الآن توضيح معنى اسم إسكندر سواء في اللغة العربية أو المعجم الوسيط، وليس هذا فقط، بل سنعرف أصل التسمية باسم إسكندر وحكم الشريعة الإسلامية ومن يشتهرون باسم إسكندر، وهو اسم من أسماء الأولاد. ولكي نشبع رغبة كل أم تبحث عن اسم جديد ومميز ويحتوي على معنى جذاب، فنحن تخصصنا في عرض وتقديم معاني جميع الأسماء المختلفة. معنى اسم إسكندر: اسم إسكندر يعني المدافع، حامي الرجال، البطل المغوار، والمعين. هو اسم علم مذكر من أصل يوناني، مشتق من ألكسندر، والمؤنث منه ألكسندرا، والهمزة أصلية، وسبب وجودها لأنه اسم أعجمي وليس عربي. يكتب اسم إسكندر في اللغة الإنجليزية بنفس نطقه باللغة العربية إسكندر. من صفات حاملي اسم إسكندر أنه قوي الشخصية وشجاع، عصبي ومتقلب المزاج، يتمتع بطيبة القلب والعطف على الآخرين، كما يهوى القراءة وجمع المعلومات، يحب ممارسة الرياضة والمحافظة على الصحة. اسم إسكندر لا يحمل معنى مهين لصاحبه، على العكس فهو يحتوي على معان قيمة جدا له، كما أنه لا يحمل معنى مخالف للدين الإسلامي. لكن اسم ألكسندر من أصل عجمي، وحث الدين الإسلامي على التسمية بأسماء تكون عربية الأصل، ولكن يجوز التسمية به. من المشاهير الذين حملوا اسم ألكسندر إسكندر هو إسكندر بيك، أحد النبلاء الألبانيين، وكذلك إسكندر الكبير أو إسكندر بويوك، وهو شخصية من شخصيات مسلسل وادي الذئاب.